أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لو قعد الإمام في الثالثة في الصلاة الرباعية وسبح، لو قعد الإمام قعد نعم إيه لو قعد الإمام في الثالثة في الصلاة الرباعية نعم وسبح المأمومون ولم يقم، فما الواجب على من خلفه؟ يعني جلس على أنه يحسبه انتهى، أو أصابه مرض، ما ندري وش سبب قعوده، هل هو يحسبه انتهت الصلاة؟ فلا بد أنه يكمل الصلاة. ما إن كان أصابه مرض واعتل احتاج إلى الجلوس فصلاته صحيحة، لكن هم يقفون، الجماعة يقفون يكملون صلاتهم واقفين، لأن هذا أمر عارض. نعم.